هبدأ مع حضرتك أستاذ شادي، وخلينا نكون متفقين في البداية إن الألعاب الفردية ما زالت هي المهيمنة في عدد البطولات والإنجازات اللي بتتم باسم مصر. في ناس بتفسر ده إن ده عليه علامة استفهام وإن ده ربما ضربة حظ، وفي ناس تانية بتفسر ده تقول لك لا بالعكس، لأن الاهتمام بيكون concentrated أو مركز أكتر مع اللاعب، وبيكون في اهتمام كسبونسرز وأكتر للألعاب الفردية أكتر من الجمعية. إيه يعني تفسيرك إيه بالظبط؟ تروح لأني وجهة نظر؟ لا، هما الاثنين ممكن يكونوا نفس، يعني الاثنين مكملين لبعض، اللي هو الالعاب الفرديه بعض الاتحادات بيبقى عندها نجوم وابطال خلاص وصلوا للمرحله العالميه، فبالتالي بيتم التركيز عليهم ودعمهم عن طريق برامج الاعداد والمشاركات في بطولات دوليه كتير عشان يحققوا الميداليات. والجزء الثاني متعلق بالرعايه او السبونسرز، طبعا ده جزء مهم جدا، وكنا اتكلمنا في حلقات قبل كده ان الاتحادات الفرديه بتحاول على قد ما تقدر تجيب رعاه للنجوم وبطلاتها والابطال بتوعها عشان ان شاء الله المشاركات القادمه واللي هيبقى اهمها العام القادم في باريس 2024. لكن كون ان النتائج بتحقق عن طريق الصدفه، لا ده مش صح تماما. زي ما انت في الاخبار كنت بتتكلمي عن الترتيب الجديد او التصنيف لابطال وبطلات تنس الطاوله، عمر عصر الدور ربع النهائي اولمبياد طوكيو، الدور ربع النهائي بطوله العالم، فبالتالي ده مش حاجه ضربه حظ، لا ده هي النقطه ان في اعداد وفي صحيح. تجهيز، ممكن يكون عن طريق اللاعب نفسه وعن طريق الانديه اللي هو محترف فيها وعن طريق النادي الاهلي، وجزء تاني عن طريق الاتحاد ما بيلاقيش كامل الدعم، لان في تصريح سابق لعمر اللي هو كان مقدم بلان كامل لحد باريس 2024 لسه لم يتم النظر ليه او يتم الرد عليه، لكن واضح ان لا هو شغال على نفسه. بالتالي دينا مشرف وباقي الابطال البيالي كل الابطال بتوع مصر، فدي مش حاجه وليده الحظ ولا الصدفه. لو بنتكلم على اتحاد زي الخماسي الحديث، وبالمناسبه النهارده هيبقى في اليوم الاول في نهائي كاس العالم للخماسي الحديث، البطوله او المحطات المؤهله بقى رسميا لباريس 2024، اتحاد الخماسي الحديث عمره ما كانت نتائجه ولا الاداء للاعبيه ولاعباته عن طريق الصدفه. فبالتالي لا، هي ميكس ما بين التخطيط والجزء المادي مهم جدا، فبالتالي هو ده اللي بيطلع النتائج. الالعاب الجماعيه نفس الفكره برضو، لو بنتكلم على العاب الصالات برضو ان انت بتكون مجهز التيم وحاطط بلان ليه، هو ده اللي بيخليك تعمل النتائج. يعني على سبيل المثال النادي الاهلي فريق كره اليد، النتائج اللي اتحققت في الموسم الحالي بنفس قائمة اللاعبين لكن مع استخدام خبير أو مدرب عالمي عمل فرق كبير بالزبط جدا. بالظبط، فمفيش حاجة وليدة الصدفة في الرياضة، الصدفة بس ممكن تلعب معاك في حاجة واحدة بس، اللي هي ربنا يكرمك تبعد عنك الإصابة أو في القرعة بتاعتك. صحيح. لكن غير كده جوه الماتش يعني الدنيا لا بتبقى ما بتتحسبش فعلا كده. بالظبط بتفق بالظبط. معاك.